اهلا بكم طلاب الصف الثالث. النهارده ميعادنا مع يونت 1، وهناخد بعض الاكسرسايز وهنبدا بيه انسكرامبل. عندنا اول كلمه يا اولاد هي جوس، عصير. هاند، يد. بي، نحله. سليب، ينام. يبقى هنحل الانسكرامبل السؤال بالطريقه دي: جوس، هاند، بي، سليب. مره تاني: جوس، هاند، يد، بي، نحلة، سليب، ينام. عندنا سؤال بانك تويت. نمبر 1 هتبقى I play sports، ونحط فول ستوب في الآخر. نمبر 2 هكبر T في this، this is my hand، ونحط فول ستوب. نمبر 3 how do you feel، how do you feel. هنكبر طبعا، لازم أول letter يبقى capital، نكبر ال H في how. How do you feel يبقى question، سؤال، يبقى هنحط في الآخر question mark. Number 4 I love my father، I love my father. هكبر ال I اللي هي معناها أنا، I love my father، ونحط في الآخر full stop. I love my father، أنا أحب أبي. عندنا سؤال choose يا أولاد. Number 1 he هنختار sleeps for 8 hours a day. He sleeps for 8 hours a day، يعني هو بينام 8 ساعات يوميا. السؤال اللي بعده I feel excited، I feel excited. How do you feel، how do you feel، بما تشعر. ولازم هنا نختار how، how بمعنى كيف، فبنقول how do you feel بما تشعر. السؤال بعده Karen meets her friends، Karen meets her friends. وبنلاحظ هنا ان meet ضفنا لها الاس، فقلنا Karen meets not Karen meet. okay let's clean our living room، let's clean our living room، يعني هيا ننظف غرفة المعيشة. let's لازم بيجي وراها الverb infinitive في المصدر، يبقى فبنقول let's clean our living room. عندنا سؤال بعده يا أولاد. look and complete sentences، نكمل الجمل. feel، call، eat. number 1 eat vegetables، eat vegetables يعني كل خضروات. number 2 don't drink، don't drink يعني لا تشرب، don't drink cola. okay يبقى eat يعني كل، eat vegetables كل خضروات، don't drink cola.